باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أحبائي وإخوتي في المسيح على قناة الجوسبل، هل وقعت في شباك اليأس والألم؟ هل أصاب بيتك الهموم والكآبة والغم والضيق؟ من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحم، لذلك أدعوك الآن لنقف بشجاعة أمام رب المجد يسوع المسيح، لنطرد معا شيطان البؤس والحزن والحسد من قلوبنا ومن منازلنا، ولنرفع راية الفرح في المسيح يسوع ربنا، لنصلي معا بإيمان وثقة، ولنقف بثبات على وعد الرب ونتلقى نعمته السخية التي لا تزول. انضموا إلينا في هذه الصلاة المباركة على قناة جوسبل لمدة 7 أيام، مزمور صلاة لرفع الأوجاع والضيقات واليأس، ولملء قلوبنا وبيوتنا بالرجاء والأمل والخير والبركة، ببركة صلوات السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل والقديسين والشهداء الأبرار. ولا تنسوا الاشتراك في قناة جوسبل وتفعيل جرس الإشعارات لتصل لكم كلمة الرب يسوع، آمين. المزمور 142 على قناة جوسبل، أداء طلعت موسى. بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع، أسكب أمامه شكواي، بضيقي قدامه أخبر، عندما أعيت روحي فيا وأنت عرفت مسلكي، في الطريق التي أسلك أخفو لي فخا، أنظر إلى اليمين وأبصر فليس لي عارف، باد عني المناص، ليس من يسأل عن نفسي، صرخت إليك يا رب، قلت أنت ملجئي، نصيبي في أرض الأحياء، أصغي إلى صراخي لأني قد تزللت جدا، نجني من مضطهدي لأنهم أشد مني، أخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك، الصديقون يقتنفونني لأنك تحسن إلي. هللويا. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. يا رب، إننا أخطأنا إليك في السماء وأمام جلال عزتك، فاقبل منا رجوعنا وتوبتنا، واقبل منا نحن الخطاة نوحنا وبكائنا حتى الانتهاء وإلى غاية الموت، اقبلنا نحن المفعمين بؤسا وشقاء، نحن الذين سلكنا سبيلا ذات شر ونفاق، اقبلنا أيها الوالد للأنام لأننا أغضبناك جدا، اقبلنا أيها السيد نحن الذين أفسدنا حياتنا في الرجاسة والعصيان وأضعناها بكل المساوئ والشرور، اقبل أيها الرب الإله أولئك الذين تجاوزوا وصاياك وشرائعك وردخوا لوسواس الأبالس الخبثاء، اقبلنا أيها السيد لا حسب أعمالنا، فإننا نقر معترفين بأننا غير مستحقين ولا لهذه الحياة الحاضرة من جراء أثامنا وسيئاتنا، ونعترف أيضا يا ربنا وإلهنا بأننا لسنا أهلا لأن نعاين شيئا حتى هذه الشمس المنيرة، أيضا لأننا ارتكبنا كل كبيرة حتى أنه لا يوجد نوع من الخطأ والشر إلا وصنعناه بغباوتنا نحن الأشقياء الخطاة، ولكننا رجعنا إليه، فاقبلنا أيها السيد كالابن الضال واللص اليمين والزانية الباكية، واطلع علينا يا رب ولا تغضب علينا، بل اصفح عن أخطائنا كما صفحت عن العشار حين أتى إليك تائبا،
لأنك أنت هو إلهنا ولا نعرف أحدا آخر سواك. أنقذنا يا رب من أعدائنا، ولا تدخل في المحاكمة مع عبيدك، فأنت هو الرب الإله ونحن شعبك وغنم رعيتك. فقد أخطأنا وأسأنا وارتكبنا الظلم أمامك وصنعنا الشر والإساءة وتوغلنا في مهالك الخطأ والظلم جميعا، شردنا عن مناهج وصاياك ولم نعمل بها، ولهذا غدونا ضالين متحيرين وبعدنا عنك تائهين. ولكن عد أيها السيد الرب وارحم الذين طردوا من الفردوس بمكر الحية الخبيثة وخداعها. ارحمنا يا رب والبسنا حلة السرور والبهاء، ووشحنا بثوب الإنعام والخلاص. ارحمنا أيها الرب الإله وأشفق علينا، نحن الذين قد عرانا الشيطان من معونتك. ارحم الذين قد تركوك ومالوا نحو العدو والماكر ليخدمونه. ارحمنا نحن الضالين عن طريقك. ارحم الذين لم يحتفظوا بعهودك ومواثيقك، بل صاروا وراء الشياطين وبشرهم استعبدوا لحيلهم الباطلة. ارحمنا نحن الذين قد تدنسنا بحمأة الخطأ ورجاسة الأسامي. مراحمك يا إلهي كثيرة جدا، مراحمك يا إلهي لا يحصى لها عدد. قطرات الأمطار معدودة بين يدي، وأيضا رمل البحار كائن قدام عيني. فكم بالأكثر خطاياي وأسامي قدام، وما صنعته يداي ظاهرا كله أمامك. خطايا صباي وجهلي يا رب لا تذكرها ولا تتأمل أسامي يا إلهي، اتركها، فإنك لا تشاء موت الخاطئ بل تحب رجوعه إلي. يا إلهي اقبل طلباتي، رجعت وتبت إليك. إن العشار اخترته والزانية غفرت له، واللص يا رب ذكرته، رحمتك لا نهاية له. وأنا خاطئ أيضا يا رب، علمني لكي أصنع توبة مثل الزانية. اقبلني، ردنا يا رب إلى خلاصك، فإنك صالح ورحيم. اصنع معنا كصلاحك لأنك قادر وكريم. وإن حكمتنا بعدلك فلا نجد حجة، لكن ننتظر فضلك ومراحمك نترجى. مراحمك يا إلهي تعلو كل العباد، مراحمك يا إلهي كالرمل بغير عدد. مراحمك يا إلهي أكثر من النجوم وأكثر من نبات الأرض والجبال وكل نجوم. يا ملك السلام، سلامك أعطنا، ثبت لنا سلامك وحل بروحك فينا. فرق أعداء البيعة وحصنها بالإيمان بحصون عالية منيعة، فلا تتزعزع لزمان عما نؤيل نفسه في وسطنا الآن، لمجد أبيه وروح قدسه الآن وكل أوان. فليباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمرادنا ويخلص نفوسنا. نسجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى الأبد، آمين. رجاء محبة الاشتراك في قناة جوسبل وتفعيل جرس الإشعار لتصل لكم كلمة الله.